اذكر اسمه. اولا نرحب الجنتل صدصد الحين مليون يا سلطان. تفضل اخوي سلطان. يا مرحبا يا مرحبا وما سهلا. هذا منين جاي ذا؟ هذا جاي من وين جاي ارشد؟ يا مرحبا. هاي يعطيك العافيه. خلال الكلام عندي. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. نبيك تمشي ونبيك تتحدث عن نفسك. امشي كذا ولا كذا؟ ارجع وتعال. لا ما يحتاج امشي، مشيتي واضحه. خلاص وقف وقف بس عطر. لا تطيح. وقف وقف. عطر طال عمرك تحدث عن نفسك. اول شيء اخو سعد. انا موديل ولاعب كوره ما شاء الله وشاعر. طيب اسلم. هذا اللي عندك يعني؟ مواهبي واجده. يتكلم عن مواهب. دقيقه دقيقه. ايه دقيقه. لا لا ايه واتساب واتساب. ايه اهدى يا سلطان. شو اسم حنا المسابقه اسمها الرزه والرزين. هو فهمها ايه غلط ترى. انت منك جاي؟ انت لازم تكون مبرضخه. خلاص اوكي. خليك رزه. ايه اسلوب التحدث له دور. اوكي اكيد. اعطوني فرصه. طيب عاد يلا روح هناك وتعال. روح هناك وتعال. اخر محاوله لك يا سلطان. المفروض العينات هذه الاشكال ما يعني تتاح لها الفرصه. يلا سم الرحمن. هذا فاهم الفقره غلط. اخس. ايوه وقف عندك. ايه طيب عطنا ما عندك. تكلم عن نفسك يا سلطان. الموديل سلطان. حبيت اشارك معكم في حلقتكم الجميله. حبيت اجيكم بشكلين بالزي الرسمي. وتوقعتم يعني فيه يعني اني انا انسان حق حركات رياضيه يعني انزل الثوب و ما شاء الله. طيب والعب جمباز. طيب انا تكلمنا عن الرزه. انت لابس ثوب على بدله ليش؟ هذا المود الجديد. اثنين في واحد عشان تكون سريع. لما تقول عطني مواهبك على طول انزل الثوب وس ساب مين. ما شاء الله صار. كويس. تحية سلطان أسعد. شكرا. يعطيك العافية. توكع على الله. شرفت فيكم. لا التغيير التغيير. لا شرفت فيكم. الله يستر عليك. الله يستر عليك. ايش رايك؟ انت على عمرك تطيح. ايش ماركات هذه؟ الله يعوض ابوك فطيم منك.